الله يحفظك وينجيك يا ولدي. الأم لما تبقى مبسوطة بتفرح من قلبها، ويا سلام بقى لما تكون مبسوطة بابنها الوحيد اللي ملهاش غيره في الدنيا دي كلها، ويجي يخطب أو يجي يتجوز فبتبقى الفرحة مش سايعاها ومن كل قلبها بتدعيله. وده اللي عملته نزهة الركراكي الفنانة القديرة والأم العظيمة للمعلم سعد المجرد. بركت له على الجواز وبركت له على الخطوبة، ونزلت فيديو صغير اللي عرضته لكم في الأول، وقالت في ربنا يبارك لك يا ابني، وان شاء الله تبقى زيجة مباركة عليك وتشوف الخير كله فيها. ونزلت معاها زي ما انتم شايفين كده صورة الخطوبة، وطبعا الخطوبة ما تسربتش، مفيش صور لسه لحد دلوقتي نزلت او مفيش صور اتعرضت وحد طلعها على السوشيال ميديا. ولكن ما يهمناش الصور، احنا يهمنا فرحة المعلم، دي فرحتنا، واحنا دايما بنفرح له باي حاجة هو يعملها، واي حاجة تبسطه بتبسطنا كمحبين ومتابعين ومعجبين المعلم سعد المجرد في العالم كله. نتمنى له التوفيق، ونتمنى له ما يغيبش علينا، ما تطولش في شهر العسل، ارجع بسرعة عشان عايزينك في اغاني كتير مستنياك، في كليبات كتير مستنياك. يلا يا معلم، ربنا يبارك لك ويوفقك في حياتك الجاية، وان شاء الله تبقى زواجة مباركة عليك، وتملى البيت بالسعدوشيين الصغيرين من البنات ومن البنين. مش هطول عليكم الحلقة دي، ده كان باختصار كلمة والدة سعد المجرد الفنانة القديرة نزهة الركراكي لابنها سعد المجرد عشان تبارك له على الجواز. ربنا يحميه ويحفظ والدي نزهة الركراكي والبشير عبده، نعم الأب ونعم الأم ونعم الأسرة الكاملة، ربنا يحفظهم وبالرفاء والبنين. أشوفكم على خير في حلقات تانية كتير، ما تنسوش اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، واستنوني في حلقات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.